ما زيت بدأت تفل الشبيك كاميرا دا عليها أنا أرد يعملها رضا انا مستنيك يا ريت راح فين يا ريت في حاجه وقعت دي بس في حاجه وقعت هاي اللي وقعت قدامك تقدر ترفع عليها وتنزل بها وقوف يا سلام تكسر تارك صعب ما تزقهاش لا بلاش تعوق لا انت بتعمل ايه يا عبد الله لا مالكش دعوه استنى استنى بس ازق ثبت نفسك بس كويس طب نشوف هو بيقع بقى شوف محمود هو بيقع يا عم والله شده كده هحرك سيبوه يا جماعه سيبوه بص ارميها واجري عليها ارميها واجري عليها عشان يبقى تكسير رسمي تكسير رسمي نظم رسمي لا ما بتظبط هي باظ الصينية ايه حريمي باظ الصينية مستلف هنا من الراج على بطنك بقى علي على بطنك على بطنك تليفون يلا يلا خلينا نطلع نعمل ايه؟ عندك صبه؟ تعال خش احنا نمشي نمشي يلا صبه نمشي نشغلها يلا تعال يا عبد الله بالله عليك بالله استنى 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 فين التليفون؟ ما جاء على ميه بيعلم الله بيعلم والله عور ولا يهمك تعال يا محمود انا بقى هجربها مع نفسي كنت جوا مش داخل خلينا واقفين بره ما افتحش مش فاتح كنت جوا مش فاتح يا جدعان ده يرضيكم يا جدعان تجربه جميله ايوه شهد شهد الساده المشاهدين لا ما يرضيكمش يا جماعه عايز كنت هدومه جوا هدومي يصور وبعدين يلعب في الفيديو خص يا شكوشه جامد اوعدك تعال وسط تعال يا عبد الله اجي من احنا نمشي عندك كوريك ليه عندك محمد ما تمسكر السلك